السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة الأرض. النهاردة بصور لكم حاجة جديدة في من ضمن الحاجات اللي بنلاقيها، الحاجات العجيبة الغريبة في الزيتون، الظاهرة اللي انتوا شايفينها دي، يعني برعم أو طراح طرفي مش طالع من خشب ولا حاجة، ناشف، وده منتشر كتير جدا في معظم الأشجار في وادي النطرون. بالبحث والتحري وجدنا إنها حاجة حشرة اسمها سوسة القلف، بتعمل نفق صغير جدا كده باتساع الإبرة، ومبقاش طالع من الخشب، زي يعني مش دودة حفار الساق ولا حاجة، وعاملة نفق صغير جدا، وبتلاقي البرعم متعلق وناشف بدون أي مبرر. لما تكسره كده أهو بتلاقي فيه نفق صغير زي الإبرة كده. وأنا عاوز أقول لكم إنه برضو بالبحث والتحري وجدنا إن سوسة القلف دي حشرة ضعيفة جدا جدا، صحيح بتعمل أنفاقها بس على الطراحات الطرفية وبتنشف الطراح. الطراح ده طبعا هيكون شايل أزهار، وهو من الطراحات المثمرة، يعني ده محصول، فما يجيبش أبدا إن إحنا نفرط فيها، وجاية في وقت طبعا زي ما انتم شايفين بدأ التحضير أو في التزهير. دي شجرة كوراتينا ايضا في مزرعة وادي النطرون، تحضرها بسم الله ما شاء الله طالع كويس جدا جدا. اهو بمد ايدي برضو في الشجرة بلاقي طرحات من اللي هي ايضا نشفت بسبب حفار القلف ده، او سوسة القلف، او سوسة اباط الاوراق. ودي مهمة جدا جدا، ولابد ان احنا نشوفها. اي اضعف مبيد في الدنيا بيجيبها، اضعف مبيد اللي هو الكلوروبيروفوس او اي مبيد تسميه يعني فسفوري، هيجيبها بسهولة جدا. فما تنزعجوش لو لقيتوها في مزارعكم. اللي بننزعج منه جدا وهو منتشر ايضا الايام دي ومحتاج حملة قوية جدا جدا من معهد وقاية النباتات في وزارة الزراعة في مركز البحوث، وان شاء الله اقدم بيه مذكرة، هو حفار ساق أو الأشجار اللي موجود ومنتشر في الزيتون في وادي النطرون بضراوة. وبقول بضراوة وأعني ما أقول في الكلمة. أهو شايفين أهو، يعني ده برضو أهو، هتشوفوا النفق بتاع السوسة جوه. فخلي بالكم من الحكاية دي. وده فيديو سريع من قناة الأرض لكل مزارعي الزيتون في مصر، التحذير في وقت التزهير اللي زي ده او التحضير للتزهير ده من سوسة القلف اللي هي الصغيرة دي، لانها بتقضي على بتموت الطراحات الطرفية، بالاضافة الى حفار الساق اللي ده محتاج بقى نشوف له ايه، لانه حاجة صعبة جدا ومكافحته صعبة جدا، والى الان مفيش مبيد جهازي مسجل في وزارة الزراعة عليه بعد كتير من المبيدات المحظورة ما اتمنعت في مصر. ونشوفكم في فيديوهات مقبلة على خير. معاكم محمود البرغوثي، قناة الأرض.